فكر الكرة الطويلة يجب أن يخطط له، يعني يجب أن يدرب. هو نوع من أنواع الكاونتر أتاك المهم. السؤال كان اللعب الطويل في تدريب فريق تحت الخط الكامل، هذا وحدة من التدريبات طبعا الخاصة به اللي يدرب به الكرات الطويلة المباشر، يسمونه اللعب المباشر. فإحنا بالبداية نضع اللاعبين تحت الضغط، لاحظ هاي الحركة المهمة، هاي تحت الضغط تحت الضغط. الأحسن أن يلعب بالحارس يجيب حارسين، وهذا التمرين إذا المدافعين قطعوا الكرة والحارس المدافع قطع الكرة يبنون لعب بدون يهاجمون الأهداف الثانية، وذاك الفريق الأصفر يتحول إلى الدفاع. فهذا هو اتجاهين كرة فريقين وأهداف وتحول. أهم شيء في كرة القدم الآن في تدريب اللعب هو ترانزيشن، التحول. فأنا قال لي أخ ودائما من تونس أنه يريد تدريب فريق على الكرات الطويلة، هاي تدريب على الكرات الطويلة اللي تعتبر نفس الوقت هي كاونتر أتاك ممتاز. يعني لاحظ الفريق من ينسحب باتجاه الهدف، كل الفريق يروح باتجاه الهدف من الفريق يروح باتجاه الهدف، لاحظ الفراغ اللي يصير خلف المدافعين 4 أو 5. فهنا الحارس الذكي هو اللي يلعب الكرة الطويلة. لاحظ هنا 2 ضد 2، 3 ضد 3، 4 ضد 4، 7 ضد 7، 8 ضد 8، وعندنا 3 ضد 2 مأمنين الدفاع. لا يحدث كاونتر أتاك نواجهها عشان نأخر ونرجع فريقنا متكتل دفاعيا. فهاي التمارين هي تمارين جيدة الحقيقة، وتمارين بيها معنى، وتمارين كثيرة على هذا النوع وهذه الشاكلة. وتدريبها ما بي تعقيد وما بي محاضرات وما بي الكثير من الوقت، وفي متغيرات. هو المهم المتغيرات، ايش تعمل لنا 7 ضد 4، 9 ضد 4، استلم الكرة وهو 9 ضد 4، يعني 1 ضد 1. ممكن انه تسوي كوتش بوين يقول 9 انت 1 ضد 1 استدير ان امكن، والعب 1 ضد 1 على الهدف دون اهتمام بقية الزملاء، لان هي فرصة انه العشرة فرغ لك مكان. شوف لاحظ الكرة وين، لاحظ 1 ضد 1 مهمة. فهذا هو معنى الفايريشن، هذا معناه انه المدرب يجب ان يعمل على من يعمل على استخدام معادلة التدريب ان يفكر بهذه الجزئيات المهمة جدا 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 جدا. لاحظ 11 وين، شوف 10 وين، 9 وين، لاحظ 11 الان اصبح مهاجم مكان 10. هذه هي التمارين اللي انا اتوسل بها الكثير من ما يعرف الكوتشينج. شكرا جزيلا.